السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح نحكي عن primary and secondary infection. وعشان نقدر نحكي عن primary and secondary infection في بعض terminology اللي لازم نعرفهم عشان نقدر نفهم primary and secondary infection. فرح نبدأ بأول موضوع من نحكي فيه اللي هو موضوع incubation period. تمام؟ هلا شو يعني incubation period؟ incubation period it is لحظة. It is the time between exposure and the first symptom. تمام؟ شو يعني هذا الحكي؟ يعني هو الفترة اللي بتكون من أول ما يدخل الفيروس جسم الإنسان لحد ما يبلش يظهر عليه عوارض. هلا بس بدنا نتذكر معلومة حكيناها بأول فيديو، تمام؟ إنه حكينا إنه مش دائما بس يدخل الفيروس على الجسم إنه ممكن إنه يعمل symptoms. حتى بالعكس most virus infections or viral infections are asymptomatic. طيب هلا في حال كانت سيمتوماتيك، هذا اللي احنا عم نحكي. هلا في حال كانت سيمتوماتيك وفعليا بعد فتره ظهر في عندي ديزيز كان سببه هذا الفيروس، فتره ما اول ما يدخل الفيروس جوات الجسم لحد ما يبلش يظهر العوارض، يعني لحد ظهور اول عارض، هاي الفتره بنسميها الانكيوبيشن بيريد. بيكون خلالها الفيروس عم بيجهز حاله، عم بيعمل ريبليكيشن جوات السيلز، بس لسه ما يعني ما طلع من السيلز، ما راح انتشر بشكل كتير كبير لدرجه انه يظهر عندنا سيمتوم. فهاي الفتره بنسميها الانكيوبيشن بيريد. هلا هاي الانكيوبيشن بيريد من نحكي عنها شوي أو نجيب أمثلة عليها. هلأ في عنا بالسلايدات موجودين هم هيك زي جدول فياته مليون ألف فيروس. هلأ هذا الجدول تفاصيله مو حفظ، بس الفكرة إنه إحنا منا يعني اللي حكى الدكتور إنه زي أخذهم مجموعات مجموعات، وكل مجموعة حكى عنهم شوية معلومات، وبالنهاية ممكن يسألنا عن المعلومات اللي حكاها، وممكن يسألنا عن مثلا مين أطول incubation period، مين أقل incubation period، وهيك أشياء. بس كجدول نفسه مش حفظ، يعني انه تحفظ كل فيروس الانكيوبيشن بيريد لحالها قدام مش مطلوب. فنبدا فيهم مجموعه مجموعه مثل ما حكاهم الدكتور، كل مجموعه لحال. هلا اول مجموعه اللي هي الفيروسز ذات كوز ريسبيرتوري تراكت انفكشنز، اللي هي الفيروسات اللي مين يعني بتروح عند مين، بتروح على الريسبيرتوري تراكت وبتسبب لي انفكشنز بالريسبيرتوري تراكت. مين هي هاي الفيروسز اللي هي اول مجموعه؟ الانفلونزا، الكومن كولد، البرونكولايتس او الكروب، والأكيوت ريسبيرتوري ديزيز. هدول الفيروسات الأربعة رح ناخدهم مع بعض. هدول أول إشي حعرفنا عنهم، أول معلومة إنهم هم بيعملوا ريسبيرتوري تراكت انفكشنز، يعني الانفكشن بيكون وين؟ بالجهاز التنفسي. كمان نعرف أنهم إنه they are seen mostly in the winter months، وين أكتر فترة منشوفهم هاي الفيروسات وتنتشر الانفكشنز تبعتها؟ بفصل الشتاء. They have the shortest incubation period. هاي معلومة جدا مهمة، إنه من بين كل المجموعات اللي رح نحكيها هاي الفيروسات عندها أقل فترة incubation period. تمام؟ يعني خلال 6 ساعات من أول ما يدخل فيروس الجسم، خلال 6 ساعات إلى 3 أو 4 أيام بتكون مبين السيمتومز عندي والعوارض عند المريض اللي انصاب بهذا الفيروس. تمام؟ فإذا هي أقصر incubation period لهدول الفيروسات. هلا خلال الانكيوبيشن بيريد شو اللي بيصير؟ الفيروس انترز فيا ذا ريسبيرتوري تراكت. كيف راح يدخل الفيروس؟ بما انه هو بيعمل انفكشن للريسبيرتوري تراكت، راح يدخل عن طريق الريسبيرتوري تراكت، بعدين راح يعمل ريبليكيشن جوات الريسبيرتوري تراكت، كمان السيلز اللي جوات الريسبيرتوري. 2-3 راح يعمل شيد انتو سيكريشنز. بعد ما يخلص الريبليكيشنز هاي الفيروسات الجديده اللي عملها منه راح يطلعوا من الـ من الـ من الهوست سيلز، وراح يروحوا يبلشوا ايش ينتشروا بين بالخلايا الثانيه اللي موجوده وبالسيكريشنز اللي موجوده بالريسبيرتوري تراكت. اخر شيء البيشنت بيكم سيمتوماتيك. تمام؟ هلا بدنا نعرف شغله، انه زي ما حكينا مش دائما ممكن انه يكون سيمتوماتيك. في شغله حكاها الدكتور انه ممكن مرات انه احنا نكون نحس حالنا انه مثلا منا نرشح وانه زي هيك شوي تعب وزي بدايات رشح، فتحكي ايش تكون تحكي مثلا والله انا شكلي رح افلوس، بس بعدين ما بتلاقي الا هو انت صاحي تاني يوم ما شاء الله زي الحصان ولا فيك اشي. فبهاي الحاله بيكون انت جسمك جهاز المناعه تغلب على الفيروس قبل ما انه يقدر يلحق يعمل سيمتومز. في هاي الحالة كان أي سيمتوماتيك، بس إحنا بنحكي في حال إنه فعلياً صار للبني آدم سيمتومز. طيب هلا مدام حكينا هاي المعلومة إنه ممكن يكون سيمتوماتيك ممكن يكون أي سيمتوماتيك، شو اللي بيحدد إنه إيش الفيروس متى حيكون سيمتوماتيك متى حيكون أي سيمتوماتيك؟ إذن what determines whether the infection will be symptomatic or not؟
حكينا انه نفس الفيروس اللي هو الانفلونزا ممكن انه يدخل، ممكن يكون مرات سيمتوماتيك، ممكن انه احس انه بدي ارشح بس فعليا ما يعني احس انه راح افلوز بس فعليا انه ما افلوز فيكون اي سيمتوماتيك. شو اللي بيحدد؟ طيب اللي بيحددها شغلتين، اول شغله اللي هي the strength of the immune response، قوه جهاز المناعه عندي. اذا انا الجهاز المناعه عندي قوي راح يقدر انه يتغلب على هذا الفيروس من خلال انه يعمل neutralization للفيروس، فيتغلب عليه قبل ما انه يسبب لي الانفلونزا وامرض. اثنين، اذا اما اذا كان ضعيف هذا الجهاز المناعي عندي فاكيد مش راح اقدر اني اتغلب عليه وراح يصير سيمتوماتيك. اثنين، the dose of the virus that enters. هلا في حال دخل كم من فيروس هيك عدد كتير قليل ما راح يقدروا على انهم يعملوا انفكشن ويصير ما راح يقدروا انهم يعملوا سيمتومز، عفوا لانه حكينا الانفكشن والسيمتومز مصطلحين مختلفات. اذا هاي المعلومات لسه مش واضحه عندكم ارجعوا لاول فيديو اللي هو تبع تمام، وهذا اول فيديو اللي كان حكينا فيه عن الفيرال ابيديميولوجي حكينا فيها المعلومه. فاذا الدوز تبعت الفيروس ذا انترز، هلا كميه الفيروسات اللي بتدخل، اذا كانت كميه الفيروسات كبيره ممكن انها تقدر يعني يكون الانفكشن قوي لدرجة انه يقدر يعمل symptoms. في حال كانت عدد الفيروسات قليلة ممكن انه جسمي يقدر يتغلب عليها قبل ما انها تلحق تعمل اي نوع من انواع الـ symptoms. اوكي، هلأ تاني مجموعة من الفيروسات اللي رح نحكي عنهم ونأخذهم سوا اللي هم الدنجو، الهربيس سيمبلكس، الانتيروفيروسز، البوليوميلايتس والميزلز. هلأ هدول الفيروسات كلياتهم نعرف ان الانكوبيشن بيريود تبعتهم تمتد من اسبوع الى 3 اسابيع. زي ما حكينا كل فيروس على حدة مش مطلوب منك مش مطلوب منك انك تحفظ كل فيروس لحاله كم الانكوبيشن بيريود لحال، مطلوب انه كمجموعة هدول كلياتهم مع بعض من اسبوع الى 3 اسابيع. اوكي، هلا بعد هاي المجموعة بيجي عنا اللي هي ثالث مجموعة، الشيكن بوكس، المامبس، الروبيلا والمونونوكليوسيس. هلا هدول الأربعة الانكوبيشن بيريود تبعتهم تمتد لعدة أسابيع، سو كابل اوف ويكس. إذا هسا احنا ماشيين فيهم بالترتيب، أقل انكوبيشن بيريود كانت اللي هي الفيروسات تبعت الريسبيراتوري تراكت انفكشنز، تاني مجموعة اللي هي كانت من أسبوع إلى 3 أسابيع، ثالث مجموعة اللي هي هدول كانوا عدة أسابيع. فهيك إحنا ماشيين فيهم من أقل incubation period لأعلى incubation period، فممكن يسأل عن إنه مين أعلى ومين أقل. تمام، فبعد هدول في عنا الرابيز. هلا الرابيز رح ناخده لحال لأنه رح نحكي شوية معلومات عنه. هلا الرابيز incubation period تبعته غريب شوي، incubation period ممكن إنها تكون من 1 day to 1 year. شوفوا الفرق بين يعني يوم واحد ممكن يعني في حالات إنه خلال يوم يكون ظهرت عندي العوارض، وأحيانا بحتاج للسنة كاملة لحد ما تظهر عندي العوارض. طيب إيش سبب وجود هاي incubation period اللي كتير كبيرة؟ ليش variation؟ why the variation؟ هذا الإشي بيرجع لسببين أساسيات. فعشان أعرف شو هم السببين دي أعرف اللي هو أول إشي لازم أعرفه عن الرابيز إنه كيف بنتقل. هلا it is transmitted by a bite or a scratch from an infected wild animal. يعني في حيوان infected برابيز إجا راح بسبب عضة منه أو بسبب حتى إنه يخمش البني آدم، كافي لأنه يصير البني آدم هاد infected برابيز. تمام، فعرفنا كيف وصل الرابيز للبني آدم. طيب شو اللي بيحدد متى رح تظهر عنده symptoms؟ ليش الفاريشن؟ ليش من يوم واحد لسنة كاملة؟ السبب بيجي شغلتين، أول إشي amount of viruses introduced، كمية الفيروسات اللي دخلت. طيب يعني هسا لما الواحد ينخمش خمش واحد صغير تكون كمية الفيروسات كتير قليلة فتحتاج وقت كتير طويل لحد ما تظهر السيمتومز. طيب في حال كانت مثلا يا حرام البني آدم مخمش و60 ألف عضة على جسمه، هذا البني آدم رح تظهر عنده أكيد السيمتومز أسرع من بني آدم فيها تخمش صغيرة. اوكي، ثاني إشي how far it is from the central nervous system. هلا الرابيز أصلا لما يدخل على الجسم هو بيروح ويعني بيكون هدفه مين؟ the central nervous system، the CNS. هلا فسرعة أديه بيقدر يوصل للسي ان اس، سرعة وصول للسي ان اس بتحدد أديه سرعة رح تظهر عندي السيمتومز. فإذا كانت منطقة العضة مثلا عندي الرجل فهي رح تطول أكتر إنها توصل للسي ان اس من لما إذا كانت العضة مثلا عند الرقبة. أوكي، فما يعني بعد المنطقة أو اللي هي العضة أو الخمش عن السنترال نيرفس سيستم كمان بلعب دور بأدي الانكوبيشن بيريود رح تكون طويلة. اوكي، هلا في معلومه بدنا نعرفها بالنسبه للرابيز وهي جدا 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 مهمه، انه اذا اي حدا اجا بيشكي من عضه
أو من خمش أو يعني حدا بتعرفه نعض أو نخمش من أي wild animal كلب ممكن أي كلب rodent ثعلب أي شيء أي عضة تمام وأنا شاك طبعا سواء كنت أنا عارف إنه هذا الحيوان عنده rabies أو مش عارف لأنه أنا ما بكون عارفة إنه هذا عنده rabies أو لا ففي حال كان إنه نعض هذا البني آدم على طول لازم أخده عند a primary health center هي primary health center بودي عليها عشان إذا عملوا له vaccinated يعني يعملوا له يجيبوا له إبرة ويعطوا vaccine هذا الفاكسين اسمه prophylactic vaccine طبعا في طرق تانية للعلاج ما قلنا فيها قلنا بس prophylactic vaccine بنستخدمها للrabies ضروري جدا إنه يأخذها لأنه في حال ظهرت عنده symptoms بدري ممكن خلال 7 أيام يكون هذا البني آدم متوفي تمام بعد الرابيز في عندي البابيلوما فيروس والإتش آي في البابيلوما فيروس الانكوبيشن بيريود تبعتها بتمتد من 1 to 5 months وفي مرة حكى الدكتور من 2 to 5 months فهاي أنا بحكي إنه احفظوها من السلايدات أحسن اللي هي من 50 ل 150 يوم كأنه بعدين في عندنا الإتش آي في اللي هي الانكوبيشن بيريود تبعتها بيمتد من 10 إلى 15 سنة اللي هو أطول يعني من أطول الانكوبيشن بيريود اللي حكيناها لحد الآن هسا الـ HIV الدكتور حكى هنا كتير تفاصيل عنها واللي رح ترجع تنعاد كمان فيديو هين يعني مش الفيديو الجاي اللي بعده فرح نخلي هاي المعلومات كلها لهذاك الفيديو ما عشان ما نرجعش نضل نكرر ونعيد تمام هلأ تاني إشي بدي أعرفه اللي هي إشي اسمه communicability شو يعني هذا الحكي هلأ communicability it is the ability of the virus to shed into secretions إذن قدرة الفيروس إنه ينتشر بالsecretions هلأ حكينا إنه الفيروس أول ما يدخل بده يدخل رح يجي يهاجم على host cell تمام بس يهاجم على host cell يدخل جواها رح يعمل replication بعد ما يخلص replication تبعه بده يطلع من host cell اللي هاجم عليها بس يطلع منها ايش بده يعمل بده يبلش ينتشر بالسيكريشنز عشان يروح يعمل اتاكينج ل سيلز ثانيه صح صح هاي هي الكوميونيكابيليتي قدره الفيروس على انه بس يخلص ريبليكيشن انه يروح على الخلايا اللي جنبه يدخل بالسيكريشنز ويروح على الخلايا الثانيه وعشان يروح يعملها انفكشن للخلايا الثانيه تمام هلا من مصطلح الكوميونيكابيليتي بقدر اني ادخل انا على الانفكشنز اللي هي بتيجي نوعين لوكالايزد وديسيمينيتد او ممكن نحكي عنها سيستميك تمام هلا localized من اسمها محليه هلا احنا حكينا عنها شوي بالفيديو السابق لما حكينا عن هيباتيتس اي حكينا شوي عن هذا الموضوع هسه رح نيجي ندخل فيه فعليا ونشرحه هلا localized infection هو is the infection that is limited to the site of entry يعني دخل الفيروس بالrespiratory tract كان الانفكشن بالrespiratory tract ما انتشر اكثر من هيك ما راح مكان ثاني تمام مثال عليها اللي هي respiratory tract infections مثل الرينوفيروس اللي هي بتسبب الكومن كولد هلا بالنسبة للديسيمينيتد اللي هي اللي بتنتشر so it is infection that is spread throughout the body يعني مش من أول يعني ما بيكتفي الفيروس بأنه يدخل بمنطق بأنه بس يعمل infection من خلال بالمكان اللي دخل فيه يعني زي مثال على هذا الحكي اللي حكيناه بهيباتيتس A إنه هيباتيتس A بيدخل عن طريق الجي آي تراكت صح إنه بيدخل عن طريق الجي آي تراكت ممكن يعني وجوده هناك كافي لأنه يعمل شوية سيمتمز للجي آي بس مش هي بتكون السيمتمز الأساسية هلا إيش اللي بيصير بعد ما يدخل على الجي آي هاي البرايمري سايت أوف إنفكشن تمام بيروح إيش بيعمل بيروح بينتقل للليفر وهناك بالليفر بيعمل سكندري سايت أوف إنفكشن خلوا هذا الكلام ببالكم لأنه رح نحكي كمان شوي فهي disseminated إنه هو في يعني ما اكتفى بس بمنطقة دخوله لا هو راح وانتشر فهذا هو بسميه disseminated مثال عليه الهيباتيتس A هلأ من مصطلح disseminated بقدر أدخل على مصطلحين جداد اللي هما primary viremia و secondary viremia شو الفرق بين primary viremia و secondary viremia أول إشي شو يعني viremia تتذكروا مصطلح بكتيريميا اللي كنا اللي أخذناه قبل حكينا إنه البكتيريميا اللي هو وجود البكتيريا جوات الدم فيريميا نفس الفكرة وجود الفيروس جوات الدم إذا وجود لما أنا أحكي فيريميا أعرفوا إنه في فيروسات موجودة عم تمشي بالدم بالcirculation نفسها أوكي هلا فالdissemination هلا الفيريميا ممكن إنها تكون primary ممكن إنها تكون secondary طيب متى بعتبرها primary متى بعتبرها secondary بعتبرها primary إذا دخلت البكتيريا يعني هسا من عند site of infection من site of entry طيب اجت البكتيريا ودخلت وين الفيروس عفوا اجى الفيروس بالsite of entry دخل بعد ما دخل بيروح بينتقل للregional lymph nodes تمام للlymph nodes اللي موجودة بالمنطقة اللي دخل فيها بعدين من هناك بيدخل على blood بيدخل على الدم هلا primary viremia بيكتفي بأنه يدخل بالدم تمام يعني ما بيروح بيدخل على اعضاء تانية يكفي انه دخل بالدم بهاي الحاله بعتبر فعليا يعني
مش معتبر خلاص هي هيك سايت اوف انتري دخل الفيروس. بعد ما دخل راح على الريجنال ليمف نودز اللي هي الليمف نودز اللي موجوده بالمنطقه اللي دخل فيها. مثلا دخل بالجي اي بيروح على الريجنال ليمف نودز اللي موجوده بالجي اي. بعد هيك بيروح بينتقل للدم. هاي برايمري فايريميا. طب السكندري فايريميا ايش الفرق عنها؟ السكندري فايريميا بتبلش بنفس الطريقه, بيدخل بالسايت اوف انتري بيروح على الريجنال ليمف نودز اللي بالسايت اوف انتري, بيدخل من الريجنال ليمف نودز على البلد. بس يوصل لعند البلد ايش؟ بيروح لاعضاء ثانيه, تمام؟ يعني بينتشر للاعضاء, بتدخل الفيروس على الاعضاء. بعد ما تدخل على الاعضاء وتشتغل شغلها هناك بتروح بتحمل حالها وبترجع على الدم. هاي هي السكندري فايريميا. هلا من هدول المصطلحين, هلا هي زي مبدئيا هي زي دويره, يعني انه احنا عم نلف حوالين مصطلحات بس عشان نفهم المصطلحات كلياتهم بيدوروا حوالين نفس الموضوع. هلا البرايمري والسكندري فايريميا رح يدخلني من خلال هدول المصطلحات رح أدخل لموضوعنا الأساسي واللي هو البرايمري والسكندري ريبليكيشن. طيب فالريبليكيشن ممكن إنه يكون برايمري ممكن إنه يكون سكندري, وحكينا عنه بشكل يعني كل شوي عم نزيد معلومات على هذا الفكرة إنه البرايمري infection أو the primary replication إنه من أول ما يدخل الفيروس مثلا دخل بالجي آي, أول ما يدخل بدخل على أول خلية بقدر إنه يهاجمها ويعمل عليها يعمل فيها replication اللي هي كانت موجودة بالجي آي على ما فرض إنه هذا الهيباتيتس أي اللي عم نحكي عنه. دخل على الجي آي عمل replication بالسيلز اللي موجودة بالجي آي, بعد ما خلص من هنا طلع من الجي آي دخل على الليفر وصل للليفر بالنهاية, بالليفر راح عمل replication هناك كمان, فهي بسميها secondary replication, تمام؟ And then secondary replication هي المنطقة الثانية اللي بتعمل فيها replication. أما primary replication اللي هي المنطقة اللي أول ما دخل فيها الفيروس وعمل فيها replication. هل شرط إنه الفيروسات كلها يكون إلها primary secondary؟ لا. وعشان هيك نرجع نعيد من أول وجديد اللي هي المصطلح اللي بلشنا منه واللي هسه رح ننتهي فيه, إنه infections بتكون إما localized أو systemic أو منسميها disseminated. localized حكينا إنه بس في حكينا إنه اللي هي اللي ما بتنتشر, اللي بالسايت اوف انتري من المكان ما بدخل الفيروس بيضل موجود هناك وبعمل انفكشن هناك, واللي هو هسه بدنا نضيف عليه معلومه انه بيكون بس عنده برايمري ريبليكيشن, يعني بيصير الريبليكيشن بهاي المنطقه وبس, ما في سكندري ريبليكيشن بهاي الحاله. بحال كان سيستميك, تمام, شو اللي بيصير؟ انه عنده برايمري اند سكندري ريبليكيشن. طب تيجي تحكي لنا طب انت ليش حكيت لنا عن شغله الفيريميا قبل شوي؟ لانه كيف رح الفيروس ينتقل من الجي اي تي ل الليفر مثلا بحاله الهيباتيتس اي؟ عن طريق السيستم, عن طريق الدم, فبصير في عندي مصطلح الفايريميا بيدخل بالنص. اوكي يب. هلا نبدا بالبرايمري ريبليكيشن. لا تخافوش, بعرف انه السلايد فيها كتير حكي بس الحكي جدا بسيط واغلبه حكينا. هلا بالنسبه للبرايمري ريبليكيشن, then having gained entry to a potential host the virus must initiate an infection by entering a susceptible cell, تمام؟ يعني هلا الفيروس دخل جوات الجسم, راح امشي على هيباتيتس اي لحد ما ناخذ الامثله الثانيه. دخل الهيباتيتس اي على الجسم عن طريق الجي اي, بعد ما دخل راح يبلش هلا هو دخل على الجي اي, بالجي اي بده يبلش يعمل انيشيشن للانفكشن تبعه. طيب يعني بده يبلش بالانفكشن يعمل انفكشن. كيف؟ اول خليه بيشوفها سسبتبل, يعني ما عندها مانع انه يدخل الفيروس فيها او انه الفيروس بيقدر انه يضحك عليها ويدخل يدخل عليها, بيروح بدخل الفيروس على هاي الخلية اللي موجودة بالبرايمري بالبرايمري سايت اوف انفكشن, بيدخل عليها وبيعمل ريبليكيشن. اوكي هلا this frequently determines whether the infection will remain localized at the site of entry or spread to become a systemic infection. The virus enters, then the nature of the virus determines whether the infection will be localized or systemic. يعني هلا بعد ما يدخل الفيروس جوات الخلية الأولى اللي هي موجودة بالبرايمري سايت اوف انفكشن, دخوله هناك وطبيعة الفيروس هو نفسه كفيروس, طيب هو من النوع اللي بيعمل spread ولا بيعمل بيضل localized, هذا اللي رح يحدد انه رح يصير في عندي localized infection ولا رح يصير في عندي systemic infection, وانه رح ينتشر الفيروس لمناطق تانية ولا لا. اوكي هذا كل اللي موجود بالفقرة اللي فوق. هلا بالنسبة بدنا ناخذ مثال على localized infection. احنا حكينا مثال على ايش systemic اللي هو الهيباتيتس. هلا بالنسبه للوكلايزد انفكشن اللي هو حكينا انه بدخل على البرايمري سايت اوف ريبليكيشن برايمري سايت اوف انفكشن, بيدخل عليها بالسايت اوف انتري بضل موجود هناك, بيكتفي بانه يعمل انفكشن هناك وانه يعمل ريبليكيشن بهذيك المنطقه, مش طمع ما بده يمشي على بقيه الجسم. فبالنسبه للوكلايزد انفكشن عندنا مثال عليها اللي هي الانفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس كيف بتدخل؟ الانفلونزا فيروس بتدخل عن طريق the upper respiratory tract,
عن طريق الانهيليشن، حكينا عنها بالفيديو السابق. فبعد ما تدخل ايش بتعمل؟ بتعمل symptoms that are related to the infection of the upper respiratory tract. السيمتمز اللي راح تظهر، راح تظهر ايش؟ راح تظهر مرتبطة بال upper respiratory tract، اللي مثلا صعوبة بالتنفس وهاي القصص، والرني نوز وهيك. هلا بعد هيك بدنا نعرف انه نوع الانفكشن اللي بيعمله الانفلونزا فيروس اسمه لايتيك انفكشن. شو يعني لايتيك انفكشن؟ يعني هو بس يدخل على الخليه. بعد ما يدخل على الخليه، هلا اصلا الانفلونزا فيروس هيك، رح ندخل شوي احنا على ماده اللي هي الماده اللي درسناها قبل اللي اخذناها بالفيرس، انه في فيروسات. هلا كونه الانفلونزا فيروس هو ار ان اي فيروس وما له انفلوب، it is a naked virus، فهو بس يدخل على الخليه، بس يعمل ريبليكيشن وكل إشي، بس يجي بده يطلع. كيف رح يطلع؟ رح يجي يعمل لايسس للسل وبعدين يطلع. فهو بس يعمل لايسس للسل ممبرين، هو هيك عم بيدمر السل ممبرين تبع الخلية، بعدين عم بيطلع منها، فهو هيك دمر الخلية. فكونه عم بيدمر بالخلايا فرح تظهر السيمتمز بناء على التدمير اللي صار من وراء الفيروس. طيب هلا بالنسبه للسكندري ريبليكيشن، حكينا انه اللوكلايزد خلص بتوقف عند البرايمري، ما لها تكمله. مين اللي بتكمل للسكندري؟ في حال كان الانفكشن سيستميك، او كان الفيروس سيستميك او ديسيمينيت، من النوع اللي بيعمل ديسيمينيشن اللي بينتشر. اوكي هلا سكندري ريبليكيشن انت اوكرز ان سيستميك انفكشنز، تمام، when a virus reaches other tissues in which it's capable of replication. طيب متى بيكون الفيروس سيستميك؟ هلا دخل الفيروس على البرايمري سايت اوف انفكشن، عمل ريبليكيشن وكل شيء تمام، هلا بعدين انتشر. هلا بس ينتشر، بده ينتشر حكينا عن طريق الدم، رح يدخل على الدم، رح يعمل عندنا فايريميا. حسب نوع الفايريميا في شيء رح يضل بالدم، اذا كان برايمري، اذا كان سكندري رح يدخل على اعضاء ثانيه. هلا اذا الفيروس قدر انه يلاقي منطقه ثانيه، عضو ثاني بيقدر انه يعمل ريبليكيشن جواته، او نوع ثاني من الخلايا غير اللي موجوده بالبرايمري سايت اوف انفكشن يقدر يعمل فيها ريبليكيشن، ساعتها رح يصير في عندي سكندري ريبليكيشن او سكندري سايت اوف انفكشن او سيستميك انفكشن. طيب هلا مثال عليها اللي هي الهيباتايتس اي، حكينا انه بس دخلت على الجي اي، دخلت بالدم، لفت لفت بهالجسم، لقت انه بتقدر تعمل ريبليكيشن بالليفر كمان، فراحت دخلت على الليفر وما عندها اي مشكله، بدها تعمل ريبليكيشن. يعني اصلا الفيروس داخل عشان يعمل ريبليكيشن، بيدخل على هالليفر سيلز وببلش يعمل ريبليكيشن هناك، بس يعمل ريبليكيشن بالليفر اللي هو كان السكندري ريبليكيشن او السكندري سايت اوف ريبليكيشن، بصير في عندي السيمتومز واللي تابعه للديزيز تبع الهيباتايتس. هلا من الامثله على اللي بدنا ناخذها على سكندري ريبليكيشن، بدل ما احنا صلنا ساعه بس عم نحكي عن الهيباتايتس، اللي هي البوليو فيروس. هلا البوليو فيروس هذا كيف بيشتغل؟ الانفكشن ستارتس ان ذا جي اي تراك، بما انه انا حكيت الانفكشن ستارتس يعني بيبدا، يعني ايش؟ يعني البرايمري سايت اوف انفكشن، يعني اول ما دخل راح على الجي اي تراك، عمل ريبليكيشن هناك، هاي البرايمري ريبليكيشن، بعدين بدخل جوات الدم عشان ينتشر. وين بيروح بيهاجم منطق الهجوم يعني الكبير والقوي؟ بالسي ان اس، تمام، وبيكون هو secondary site of replication تبعه. بالنسبة لتاني مثالنا نحكي اللي هو الريتروفيروسز، أو اسم تاني إلها اللنتي فيروس، أو اللي هو HIV. فإذا سمعنا الريترو لنتي HIV نفس الإشي. So الانفكشن it starts in the macrophages، بيبدأ بمين؟ بيبدأ بالخلايا اللي هي الماكروفاجز، الخلايا I think اسمها الأكولة. طيب then it might go to the CNS. بعد ما تخلص من الماكروفاجز وين بتروح بتهاجم CNS، ومش بس CNS، بتروح بتهاجم تيشوز تانية كمان، أنواع تانية من التيشوز. وإحنا بنعرف طبعا إنه HIV يعني فيروس جدا عنيف، ما بيكتفي بإنه يهاجم شغلة وشغلتين. يعني HIV patient يعني اللي بيكون مريض HIV منلاقي جسمه عم بتدمر من كل يعني من كل الأجزاء ومن كل الأعضاء ومن كل النواحي. هلا في عندي هون معلومة مهمة بدي أحكيها، إنه if a virus can be prevented from reaching tissues where secondary replication can occur, generally no disease results. هذا إشي بدنا نعرفه بالsystemic replication، بالsecondary replication. بالعادة الفيروس اللي systemic هو فعليا بيعمل الديزيز تبعه، بس يوصل لعند السكندري سايت اوف ريبليكيشن. طول ما هو مش واصل السكندري سايت اوف ريبليكيشن انا ما راح اشوف اي سيمتومز، او اي سيمتومز قويه فعليا، يعني راح تكون السيمتومز نوعا ما خفيفه، بتكون بتشبه الرشح او هيك شيء، يعني ما بتكون هالسيمتومز، يعني ما بتكون سيمتومز زي سيمتومز الهيباتايتس، سيمتومز الاتش اي في القويه اللي هي اللي بتسبب الايدز، ما بتكون هاي سيمتومز اللي الامراض الصح. طيب بتكون لسه زي الرشح هيك مبينه هيك شيء.
طول ما هي مش واصلة secondary site of infection. بس توصل secondary replication site إيش بصير؟ وقتها بصير الديزيز يبين وتبلش السيمتمز اللي عن جد تظهر. Okay؟ فهلا إذا أنا بقدر إني أمنع الفيروس إنه يوصل لا secondary site of replication أو secondary site of infection أنا بمنع حدوث الديزيز كله. Okay؟ طيب كيف ممكن إني أنا أتحكم بالفيروس؟ ممكن إنه عن طريق هلا في الإميون سيستم. في بعض الإميون سيستم لما يكون جدا قوي زي لما نعمل إحنا فاكسينيشن لشخص ضد الهيباتيتس، طيب واللي هي هذا رح نأخذه إحنا لما نصيرنا ندخل رابعة رح نأخذ فاكسينيشن ضد الهيباتيتس. فسبصير إنه إذا لا سمح الله أي حدا دخل على فيروس الهيباتيتس إيش بصير؟ قبل ما يوصل السكندري سايت اوف انفكشن اللي هو الليفر ايش بصير؟ بصير له نيوتراليزيشن بالبلد، مش هو رح يطلع من الجي اي تي للبلد، بالبلد بصير له نيوتراليزيشن، يعني الانتي بوديز اللي انا دخلتها اثناء الفاكسينيشن واللي انصنعت بتروح بتهاجم على الفيروس بتعمل له نيوتراليزيشن. فايش بتعمل؟ بتقضي عليه قبل ما انه يوصل لوين؟ للليفر. ما دام قضت عليه قبل ما انه يوصل للليفر اللي هو السكندري سايت اوف ريبليكيشن، انا هيك منعت انه يحدث عندي ديزيز اصلا. هيك بنكون خلصنا secondary replication. في عنا هذا الجدول اللي موجود بالسلايدات أتوقع إنه حفظ، تمام؟ بعطيني أمثلة على localized infections، وزي ما أنتم لاحظوا هنا كيف localized infections بس عندي primary site of replication ما في secondary، تمام؟ جدا مهم هاي الفكرة. تاني إشي systemic infections، لاحظوا إنه في عنا primary replication وعندي secondary replication. هيك بنكون خلصنا موضوعنا بما يخص الـ primary secondary replication. نراكم في الفيديو القادم.